المشاهدين، مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من الو صحتي. النهارده عندنا فقرتين. الفقره الثانيه هيكون موضوعها موضوع جراحات العظام، وهيكون منورنا فيها الاستاذ الدكتور اشرف محرم، استاذ جراحه العظام بالقصر العيني. الفقرة الأولى فقرة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن تأهيل مرضى القلب، وأعتقد تأهيل القلب من الموضوعات فعلا مهمة جدا، وهننتظر تليفونات السادة المشاهدين على تليفون البرنامج. ومنورنا في الفقرة دي الدكتور مصطفى أبو شقة، استشاري العلاج الطبيعي. دكتور مصطفى مرحب بيك. أهلا بحضرتك. دكتور مصطفى، يعني في البداية تأهيل القلب من الموضوعات فعلا مهمة جدا، ويمكن مش كل الناس اللي بتعمل جراحات قلب او عمليات او حتى قسطره او ايا كان متعلق بالقلب العمليه ما بيعملش التاهيل، حتى يعني ممكن ما يهتمش او يقول التاهيل ده انا ممكن اعمله في البيت، لكن قليل قوي اللي يروح لدكتور علاج طبيعي ودكتور متخصص علشان يبدا يمارس النشاط بشكل طبيعي. عاوزين في البدايه دكتور نعرف يعني ايه كلمه تاهيل قلب. هو تأهيل القلب ببساطة هي تمرينات بتتعمل للمريض، بتبقى مخصوصة لمرضى القلب وبعد وقبل عمليات القلب المفتوح. التمرينات دي هدفها ان هي ترفع من كفاءة القلب، ولازم بتتم عن طريق متخصصين في المجال ده، مش اي حد بيقدر يعملها، علشان بيكون المريض تحت المونيتورينج او بيكون لازم بيتم قياس النبض والضغط الدم ورسم القلب بشكل منتظم واحنا شغالين، بحيث انه يبقى في امان كامل بعيدا عن اي مخاطر على المريض. طب دكتور، قبل ما ندخل برضه في الموضوع بشكل اكثر تفصيلا، الناس اللي مثلا بتبقى مقبله على عمليه زي كده وما بتروحش تعمل التاهيل ده، ايه اللي بيحصل؟ هي فكرة احنا عندنا مشكلة في مصر، هي مشكلة ان المريض اللي بيدخل عملية قلب مفتوح بيتخيل ان مجرد ما دخل العملية دي بقى الضمان ليه ان هو مش هيدخلها تاني، بقى كويس بيفتكر وسليم بقى و... كويس اه وان هو خلاص المشكلة اتحلت، خلاص شرايينه خلاص بقت كويسة او صمام بقى خلاص كويس، فهو اذا هو بعيد تماما على انه يدخل العملية دي تاني. وللأسف دي نقطة سلبية جدا جدا في تفكير المريض، وللأسف برضو الطبيب القلب أو جراح القلب مش بيتابع مع المريض بالشكل الكافي إن هو يهتم إن هو يلجأ لبرنامج تأهيلي. ودي من النقط اللي احنا كأخصائيين بنعالج حالات زي كده ودارسين حاجات زي كده، وهي دي هو ده مجال اهتمامنا. احنا بنعاني إن هما للأسف الأطباء ما بيهتموش إن هما يحولوا مرضى القلب بالشكل المفروض يحاولوه. تمام. طيب دكتور، ايه الفوائد اللي بترجع لي على المريض يعني اللي بيعمل حاجة زي كده؟ حاجات كتير جدا، من اهمها ان عضلة القلب بترجع بتبقى قدرتها كويسة جدا جدا على بذل المجهود، ونسبة تشبع الاكسجين في الدم بتزيد، بتبقى كويسة جدا او على الاقل بيبقى ضمان ليها ان هي بتبقى بتفضل كويسة. كرشة النفس، ودي من أكتر المشاكل اللي بتواجه مريض القلب، إن هو نفسه بيبقى قصير وممكن يحس بكرشة نفس أو نهجان مع أقل مجهود. وظائف التنفس بصفة عامة والرئة بتاعته إزاي بتشتغل، ده من الحاجات اللي بتحسنها جدا. كمان معدل النبض أثناء السكون بيقل، ودي من الحاجات اللي بتواجه مرضى الضغط، وكمان برضو معدل الضغط الدم أثناء السكون بيقل. نسبة استفادة الدم من الجلوكوز بتزيد، فبتحسن الحالة عند مرضى السكر، بتحسن الحالة المزاجية يعني الحالة الحياتية بصفة عامة، لأن المريض بيحس إنه قادر يعمل achievement أو قادر يعمل إنجاز في حياته، إن هو كمان قدرته العضلية كمان بتزيد، فبيحس ان مفيش اي حاجة بتعوقه في حياته، فبتحسن له الحالة المزاجية وبتحسن له صورته لنفسه. ومن الحاجات المهمة برضو، من الحاجات اللي احنا عشناها مع المرضى وبالذات المرضى الشباب، ان احنا بقينا متأكدين ان المرضى دول بعد كده كمان لما يقدروا يتجوزوا او لما يمارسوا حياة جنسية كمان والعلاقة الزوجية هيمارسوها بشكل آمن اكتر، لان انا ساعتها مش هقوله يعني هيبقى خلاص هو قادر يعرف ايه مجهوده وايه قدرته، بحيث ان هو ما يبذلش مجهود اكتر من طاقته او ما يبقاش فين خالص. طب دكتور، برضو المرضى اللي هم عندهم مشاكل في القلب،
المفروض المرضى ده معدل نبضات القلب بيكون قد ايه، والشخص السليم بيكون قد ايه، وفي لحظة السكون زي ما انت قلت اللي بيعمل التدريبات دي يبقى برضه قد ايه. طيب لو جينا قلنا ان الطبيعي اصلا اللي احنا دارسينه في الكتب الطبيعي من 60 ل 90، تمام، طبعا ده مدى واسع جدا. لما نيجي نتكلم عن المتوسط بتاع واحد بيروح شغله عادي وبيرجع ما بيعملش تمارين كتير، ما بيعملش تمارين رياضية، بس هو عايش مش نايم على السرير، المريض ده بيبقى يعني ايه عايش مش نايم على السرير؟ يعني بيعيش حياته، بيخرج ويروح طبيعي، يعني ويجي، شخص طبيعي شخص طبيعي كويس زينا يعني في تمام الطبيعة، على اعتبار ان احنا مفيش تمارين منتظمة بنعملها. تمام فده بيبقى في رينج من 70 ل 85 تقريبا. تمام بنتكلم بقى في مرضى القلب، وحتى مع الكونكور او سوري مع الادوية المثبطات البيتا بتبدأ برضو مع مرضى القلب بيبدأ النبضات تزيد. ليه؟ لان هي معادلة احنا كلنا المفروض نبقى عارفينها، ان هو احنا المعدل ده بيجي منين؟ من ان هي قوة الضربة نفسها في عدد النبضات في الدقيقة. تمام فاحنا لما قوة النبضة تقل، اذا القلب محتاج ينبض كتير علشان يعرف يواكب حاجة الجسم حتى لو كانت الحاجة دي بسيطة، كويس فبينبض بسرعة جدا علشان، فبتبدأ بقى بتبقى تسعينات وممكن كمان تزيد، ولما بتزيد طبعا بناخد الأدوية. وطبعا طبيعي بيزيد معها ضغط الدم. الرياضيين بقى او الناس اللي صحتهم احسن بتبقى هي دي بقى الفكرة، ان النبض عندهم بيقل اثناء السكون، وحتى علشان لما يجي بيزيد في وقت التمرين ما بيزيدش بالشكل اللي هو الاوفر او اللي هو الزايد عن الحد. ليه؟ لان قوة عضلة القلب بتبقى خلاص بقت كويس، فيجي اثناء السكون بتبدأ هو علشان هو عايز القلب عايز يوزع الدم على أجزاء الجسم، فهو القدرة الضربة بتاعته وكمية الدم اللي بيضخها في الضربة الواحدة كافية، فما بيضطرش انه يدق كتير علشان يوزع الدم او يقوم بالمهمة بتاعته. كويس فتلاقي مثلا ممكن يبقى واحد رياضي ممكن تلاقيه النبض بتاعه الطبيعي تلاقيه 60 اثناء السكون. تمام. طب دكتور، برضو الشرايين في الوقت ده برضو ايه اللي بيحصل لها؟ بنتكلم على نوعين من الشرايين، بنتكلم عن الشرايين الطرفية العادية. الشرايين الطرفية لو احنا بنتكلم عن تأثير لو احنا بنتكلم عن تأثير تأهيل القلب على الشرايين تمام او مع التمرينات، هي بص هو احنا في نقطة لازم نفصل بينها. التمرينات العادية او صالات الجيم وتأهيل القلب وجهين لعملة واحدة، تمام يعني اللي بيروح صالة جيم كأنه هو اللي بيعمل تأهيل القلب. ايه الفرق؟ الفرق ان حضرتك وانا واي حد عادي مش مريض قلب بيعمل تمارين عادية على التريد ميل، البايسكل، تمارين تقوية، مش محتاج ملاحظة طبيب لانه كده كده مفيش اي خطورة، بياخد بيستفاد من التمرين على قد ما بيقدر، وبيعلي من الفتنس بتاعه، بيعلي من اللياقة بتاعته، بيعلي من كل حاجة كويسة في جسمه، كويس ومحتاج ممكن يحتاج ملاحظة مدرب علشان ما يحصلش زي المشكلة زي الله يرحمه احد حسام الفنانين الله يرحمه. فلما نيجي نتكلم بقى عن الفرق بقى بين الشخص العادي ومريض القلب، مريض القلب بنعتبره مريض فراجايل، بمعنى ان هو يعني ودي من اسباب ان الاطباء القلب اوقات بيخافوا على مرضاهم ان هم يحاولوهم علشان ما لحسن ما يكونش اللي بيشتغل متخصص قوي، انه بيبقى محتاج حرص في التعامل علشان ما تحصلش اي مشكلة في القلب ممكن ما نعرفش نتداركها في وقتها. علشان كده مريض القلب لازم بيتعمل له مونيتورنج كويس قوي، وبيعمل تمارين قريبه من التمارين دي في النوعيه لكن مختلف تماما في الشده، لان احنا لما بنيجي نشتغل مع مريض القلب بنشتغل معاه على حسب قدرته هو، حتى مش على حسب ما الكتب بتقول، لان اوقات بتبقى الواقع حاجه واللي مدروس حاجه، فبنشتغل واحده واحده مع المريض، ودي بتبقى من عوامل الامان للمريض نفسه. فنيجي نتكلم بقى عن تأثير تأهيل القلب ده على شرايين المريض. فلما نيجي نتكلم عن شرايين المريض العادية، فطبيعي انت لما بتيجي بتضخ دم بشكل كويس جدا فانت الإرواء للعضلات فبيحصل بشكل كويس، والأكسجين بيوصل للعضلات، الأكسجين والغذاء بيوصل للعضلات بشكل كويس، فطبيعي ان عضلات الجسم بالتالي بتأدي performance كويس. كمان الأهم من ده،
الاهم من ان احنا نودي غذاء ان احنا ناخد فضلات، وده اللي احنا بننبه عليه دايما، ان اي حد بيجي يعمل تمارين لازم بيدخل في مرحلة تسخين الاول، بحيث ان هو يقول للدورة الدموية ويقول للقلب ويقول اشتغلي. للمخ اشتغلي بمجهود كويس، علشان انا داخل هعمل تمارين وهبقى محتاج منه غذاء زيادة. الغذاء الزيادة ده لما بيوصل والعضلة تطلع الفضلات بتاعتها الويست برودكتس، لو الدم ما شالهاش بكفاءة بتبدأ تعمل التقلصات اللي احنا بنحس بيها. فمن اهم الحاجات بتاع تمارين القلب ان هو لما بيخلي عضلة القلب كمان كويسة والشرايين يضخ فيها دم كويس، بتساعد ان الدم كمان يتلم يرجع تاني بشكل كويس، بحيث ان الفضلات يحصل لها ووشنج بشكل احسن. نتكلم بقى عن الشرايين التاجية، ودي مهمة، حاجة مهمة جدا 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 لمرضى القلب، لان هو اغلب بتلاقي طبقة كبيرة من مرضى القلب مشكلتهم في تصلب الشرايين. كويس. فانت بتلاقي لما القلب بيضخ بشكل كويس بيوسع القطر بتاع الشريان، فانت لما قطر الشرايين وبالذات الشرايين التاجية، الشرايين التاجية حضرتك عارف ان هي دقيقة قد ايه، فالشرايين التاجية دي لما الانسان الطبيعي ما بيلعبش تمارين وبيبقى فيه sedentary life مع تدخين مع نظام غذائي زي يعني سيء جدا زي اللي احنا كلنا منغمسين ناكل من فيه الشارع. بالظبط، ناكل من الشارع وناكل قبل ما ننام وناكل حاجات كوليسترول عالية، فيجي الدم يبدأ يعمل يعني يحصل له ستيزس، يبدأ يبقى فيه سكون، ما يبقاش ماشي بشكل كويس، فده اللي بيخلي الكوليسترول والمواد الدهنية تبدأ يبقى عالي. تبقى عالية وتبدأ تتصلب على تتركز على الشرايين. تمام. الشرايين العادية الطرفية مفتوحة يعني كبيرة مقارنة بشرايين القلب، شرايين القلب بتبقى حساسة شوية من النقطة دي، فتيجي الشريان يجي يبقى أسهل في إن هو يتقفل مع التمارين. ما بيبقاش فيه فرصة للحاجات إن يبقى فيه ستيز أو يبقى فيه سكون في الدورة الدموية، ودي من الحاجات اللي الطبيعي والمريض الاتنين بيستفادوا بيها كويس جدا جدا جدا. كويس. احنا الدعامات الغرض منها ايه غير ان احنا نعيد فتح الشريان؟ فمن نفس الحكاية احنا نفس الفكرة، ان احنا في تصلب الشرايين مرضى تصلب الشرايين الناس بتستفيد جدا من تأهيل القلب، علشان بتفتح الشريان بتخلي الشرايين بشكل احسن. دكتور، نسمع برضو عن ان الشخص اللي مثلا بيجري على المشايه فبيحس بالام في الرجلين او في اماكن معينه، بيقال ان ده نتيجه ان الشرايين اللي لسه بتنمو بتوسع، بتبقى لها القدره ان هي تنمو بعد كده، ان هي تنقل الدم بشكل كويس. هل ده برضو صح ولا غلط؟ بص، هو في نظريات كتير في الموضوع ده، والآلام بتختلف من حد للتاني وبتختلف من عضو للتاني. يعني احنا بنتكلم في مثلا في آلام المفاصل، ده احنا بنتكلم في حاجة مش كويسة، وأي حد بيعمل تمارين حس بآلام في المفاصل لازم يوقف. تمام. بنتكلم في آلام العضلات بيبقى ايه، لازم التمرين يبدأ يهدى ونبدأ نعمل سبسايد كده شوية، يعني نوقف التمرين شوية بعدين بحيث ان الدم يبدأ ياخد دورته، ويبدأ بعدها بيوم يومين يرجع للتمارين تاني زي الفل، مفيش مشكلة. فكرة السبراودينج او فكرة انتشار الأوعية الدموية دي حاجة من الحاجات اللي ربنا خلقها لنا، اللي هي التكيف adaptation. انا دلوقتي عندي العضلة، عضلة الباي، بقيت بحرك فيها، بقيت بلعب عليها تمارين كل يوم، فالعضلة خلاص هي محتاجة دم. فربنا خلق لنا ان الفايبرز بتبدأ تكبر، فلما الفايبرز تكبر الشرايين محتاجة تعمل سبراودنج عليها اكبر، فده يخلي مع الوقت الشرايين طبعا بتبدأ شبكة الشرايين بتبدأ توسع على حسب العضل. الحاجة ليها. ما هو هي الفكرة في ايه، العضو اللي بيستخدم بينمو والعضو اللي لا يستخدم بيضمر، كويس. ده قانون من القوانين لا يمكن إخفائه. فإحنا كل ما إحنا عملنا تمارين بشكل كويس بشكل منتظم وشكل صحيح، طبيعي إن هتلاقي الحاجات، كل الحاجات الكويسة اللي المفروض تطلع في الجسم بتطلع. تمام. طب دكتور، برضو احنا بنتكلم على التأهيل، هل في عادات غلط بيعملها مريض القلب، الشخص اللي عمل قلب مفتوح،
عادات سيئة، عادات غلط، أساليب حياة غلط ممكن تؤثر بشكل خاطئ تاني على العملية؟ بص احنا عندنا حاجة كده يعني ما اعرفش حد سماها كده قبل كده ولا لا، بس انا حاجة انا يعني ده مثلث برمودا اللي بينغمس فيه خلاص، بتلاقي لو عمل عملية قلب مفتوح بدل مرة ثلاثة. انت عندك الشراهة في التدخين من الحاجات السيئة جدا، انت عندك النظام الغذائي السيء اللي هو مليان كوليسترول، اللي هو الواحد هيعيش كم مرة في عمره؟ طبعا الواحد ممكن يعمل كده في يوم، لكن في ناس لايف ستايل بتاعها كده. وقلة النشاط او قلة المجهود البدني ده بيكمل المثلث. فدول عندهم الثلاث حاجات دول عندهم قابلية ان مريض القلب يفضل مريض قلبه طول عمره. في المقابل هو لو اخد باله، طبعا هو مريض القلب بيبقى طول ما هو ما تحولش لدكتور العلاج الطبيعي بيبقى مسؤولية الطبيب البشري، طبيب القلب. فطبيب القلب المفروض ان هو يبقى موعي، هو هيبقى عامل ازاي في حياته بعد كده. للاسف اللي احنا بنلاقيه ان بنلاقي لما باجي اشوف مريض عمل عملية قلب مفتوح بقول له طب انت ما عملتش ليه تقيل قلب؟ لا 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 لا، ما الدكتور خلاص خلص الموضوع، قال لي امشي اول يوم 5 دقايق وتاني يوم 7 دقايق. طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط. انا زي ما قلت لحضرتك انا براعي النقطة ان هو برضو ما فيش متخصصين كتير في المجال ده، فطبيب القلب بيخاف على المريض بتاعه. لكن هو احنا ما بنيجي نتكلم عن عملية القلب المفتوح احنا بنستلم المريض من قبل العملية، بعد يا دكتور. بمجرد ما جراح القلب بيبدأ يحدد ميعاد العملية كويس. بنبدأ نقعد مع المريض مرة او مرتين على الاقل، بنشوف المريض ده اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي، ده رقم واحد. بنشوف بنبدأ نحرق للمريض السيناريو اللي بيحصل في العملية، بخلي المريض بتحكيهوله يعني. بحكيهوله بالكامل، بوعيه تمام بكل تمام حاجة. عاوزين برضه يا دكتور نعرف الساده المشاهدين برضه. ما احنا ما هي الفكرة في ايه، احنا لما نيجي نتكلم بنقول بنعمل السيشن دي اللي هي بنوعي المريض، بنقول له خلي بالك انت هتدخل اوضة العمليات هيقلعوا هدومك وهتحط هيركبوا لك كانيولا عشان ما تحسش بحقنة كل شوية. بناخد المريض واحدة واحدة كده، بحيث ان احنا بنقول له انت خلي بالك انك انت اول ما بتطلع من اول ما بتفوق من البنج اول حاجة بتلاقيها في وشك اسلاك طالعة ونازلة وخراطيم متركبة في بقك، بحيث المريض ما يبقاش قايم مخضوض. خلاص هو ببقى قايل له ان خلي بالك فترة الرعاية المركزة انت بتبقى عطشان، ده طبيعي. لو الممرضة او لو شربت مية بشكل غير محسوب ده هيضرك هيأذيك بشكل جامد جدا. طب دكتور هنتكلم وهنكمل، بس ناخد اول اتصال اوكي تليفوني معانا. الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. اتفضل يا فندم. معلش ممكن بس اسال الدكتور الدكتور حاجه؟ مع حضرتك اتفضل يا اتفضل. فندم. هو انا كنت من فتره رحت الدكتور كده، قال عمل لي رسم قلب وقال لي انت عندك حاله اسمها التهاب في الشريان الرئوي. تمام، ألف سلام على حضرتك. الله يسلمك حضرتك. فكنت عايز اسال ممكن يكون علاج ايه، علاجه ايه بالنسبه الشريان الرئوي؟ أو ناخد مدرب استرادة من فترة يعني. انسداد قد ايه يا فندم؟ مارست الرياضة قد إيه؟ انسداد في الشريان الرئوي قد ايه؟ لا ده أنا معرفش والله يا فندم، هو عارفه عن طريق رسم القلب، وبعدين قال لي أعمل تحليل معين كده. تمام. رحت عملته، قال لي يعني كان هو مشتبه إن ممكن يكون فيه جلطة أو حاجة زي كده. طيب نتيجة التحليل دي طلعت كويسة يعني، قال لي لا خلاص مفيش مشكلة، احنا من ضمن الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي احنا ما بنبقاش عارفين أسبابه ايه، فمالش حاجة عادي يعني. طيب في نهجان يا فندم بتحس بيه مع أقل مجهود أو لا 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 مفيش حاجة من الحاجات دي خلاص، ممكن اطلع السلم خطوتين ثلاثة دي مش مشكلة. تطلع، ممكن تطلع كام دور كده من غير ما تنهي؟ يعني ممكن اطلع 6 أدوار. الله أكبر ما شاء الله، طبعا بتطلع أحسن مننا. طيب حضرتك يعني كان رأي طبيب القلب إن حضرتك خلاص أنت كويس، أنت عندك انسداد في الشريان الرئوي لكن أنت كويس، الحمد لله مفيش مشكلة من يعني غير هو رسم رأيه القلب. إن مفيش أي إجراء تاني ممكن ياخده معاك. هو لا هو قال لي ما تعملش حاجة، بس هو يعني قلت له طب أنا ممكن أمارس رياضة أو حاجة زي كده، قال لي إن أنت عايش حياتك مفيش مشكلة بالنسبة لك يعني، لكن أنا بعض الأحيان أحس باختلاف كده في ضربات القلب وأنا واقف، أو أنا يعني
كلام كده ابص الاقي مثلا يعني مش منتظم، ما في بقاش في انتظام يعني، بس دي مش مستمر معايا يعني. بيبقى كل قد ايه يا فندم؟ يعني احيانا في حالات التوتر لما بيكون في توتر او حاجه زي كده. طيب حضرتك مش محتاج برنامج تأهيل قلب، مش محتاج برنامج متخصص يعني، حضرتك محتاج انك انت بس تنتظم في اقرب جيم عندك بس بشكل معقول يعني، روح العب مارس رياضة، اجري، اشتغل على العجلة، بس ما تنهي ما تبذلش ما مجهود كبير تبذلش قوي يعني. مجهود ازيد من اللازم يعني. في حالتك ديت ممكن بس يعني ممكن تسخن من 5 ل 10 دقايق وتشتغل مثلا ربع ساعة أو على حسب ما أنت حاسس إنك أنت تبقى قادر إن أنت كويس يعني، ما تقومش من ما تستناش وأنت قاعد على العجلة مثلا لحد ما تبقى تعبان. وخلاص بعد ما خلصت التمرين تعمل كولينج داون يعني، تتمشى شوية، ما تقعدش مش بعد ما نزلت من العجلة أو بعد ما نزلت من على التريد ميل تروح أقرب كرسي تروح قاعد فيه، ده غلط جدا. النقطة الأهم من كده كمان إنك أنت تبعد عن التوترات العصبية. هتقولي إزاي؟ أقولك يعني لما تعرف إن في حاجة بتهدد صحتك المفروض إن أنت اللي تخلق لها الظروف إنك أنت تعرف تعملها. ابعد بقى عن الناس اللي بيوتروك يعني. بص أنا مش هقولك كلام إنك أنت ممكن تعتبره كلام إنشاء، بس أنا عايز أقولك يعني أنت اللي هتبقى عارف إيه الواقعي وإيه اللي ممكن تعمله. ده مهم جدا انك انت تحاول تعزل نفسك عن اي حاجة تضايقك قدر الامكان. على الاقل انت عارف ان الحاجة دي خلاص، ان انت التوتر النفسي بيعرض جسمك لحاجات، لمشاكل عضوية، مش موضوع انك انت شوية اكتئاب شوية قلق شوية اي حاجة نفسية، لا انت موضوع كمان داخل معاك في مشكلة عضوية كانعكاس. فلا ما يعني حاول تبعد نفسك عن اي توتر. سلامتك يا فندم، سلامتك دكتور. نرجع تاني للدور بتاعكم قبل العملية وبتعرفوا. اتفضل يا فندم. فاحنا لما بنيجي نقول للعيان انت هتقوم هتبقى عطشان، العيان من غير اللي ما بياخدش الجلسات دي بمجرد ما بيفوق، مجرد ما بيحس بالعطش، بيشرب. لا هو ما بيشربش، هو كده كده بيبقى مكبل يعني، بيبقى تمام. يعني لكن هو بينده على بيبدأ اقرب حد يعني. بيبدأ ينده على الممرضات. الممرضات طبعا عارفين ايه الصح وايه الغلط فما بيسمعوش كلامه، فبيبدأ يتهم الممرضات بالتقصير. اوقات بقى الاتيتيود بقى بيبدأ يدخل كمان، العصبية، ان هو ازاي انتوا كده مهملين، انتوا مش عارف ايه. ف لما بنيجي بقى نحرق السيناريو بيبدأ المريض خلاص بقى ريلاكس، هو خلاص طب دكتور ليه ما بيشربش ميه كتير بعد العملية؟ ما بيشربش ميه كتير لان بيبقى فيه نسبة داخل ونسبة خارج، دي بتبقى لازم تبقى محسوبة علشان الشرايين وحالة القلب يعني لسه طالع من عملية، فاحنا ما ينفعش نحط عليها لود. اي سوائل في الجسم بتمشي في الدم، صح؟ متفقين. فالكمية اللي موجودة في الجسم دي لازم تبقى محسوبة علشان دي الدم هو دي اللي هيدفعها. لما نزود عليها عليها نبدأ الدم القلب يبدأ يحصل له لود، فاحنا مش عايزين ده، خاصة تمام ان العملية اثار العملية لسه موجود. تمام طب ناخد صوت تليفون تاني ونرجع تاني نكمل. الو. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام، اتفضلي يا فندم. ممكن يا فندم بس اقدم الدكتور مع سيادتك، اتفضلي. اتفضل يا فندم، اهلا بحضرتك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا زحمة. لو سمعت دكتور انا عندي نسبة سكر بس اي مجهود بعمله بتعب فيه يعني، ما عنديش طاقة ان انا اشتغل اكتر من نص ساعة. حضرتك يعني عملتي اي فحوصات للقلب؟ لا انا كنت عامله رسم قلب من فتره كبيره يعني، بس قال لي ما فيش حاجه من فترة كبيرة قد ايه يا فندم؟ يعني، حوالي يعني اقول 5 سنين 7 4 سنين. لا ده مش صح. حضرتك سنك قد ايه؟ انا داخله على اللهم صل على النبي 45 سنه. والسكر بقى قد ايه؟ لا السكر دي 10 سنين عندي او اقل يعني، بس ما كنتش اعرف عندي سكر طب وكده معلش هو سؤال بس محرج شوية أكتر من سؤال يعني. السن، الوزن قد إيه؟ لا الوزن يعني ممكن حدود 90 95 زي كده. طيب في سمنة يعني في الجسم؟ أكيد، لأن هي أكيد ممكن بسبب يعني في سمنة. منطقة البطن بس. تمام. طيب بص حضرتك، هو في يعني حل مشكلتك في حاجتين. رقم واحد يعني شق تتجه لأنك أنت تعملي فحوصات في القلب بداية من رسم القلب،
ورسم القلب ومشكلة النهجان دي تعرضيها على طبيب قلب كويس، هيقول لك بقى رسم القلب ده فيه مشكلة ولا ما فيهوش مشكلة، هيقول لك ان كنت هتتخذ اجراءات في الفحوصات تانية ولا انت كويسة. في حالة ان انت كويسة مفيش مشكلة في القلب، ده مشكلة النهجان دي ليها اسباب تانية غير اسباب القلب، منها ضعف اللياقة. في خمول عندي باستمرار، يعني انا ممكن يعني النوم ده انت السكر بتقيسيه يا فندم بيطلع كام؟ لا السكر ممكن يطلع يعني بيزيد عن 60، يعني بقول لحضرتك يعني كده. بتاخدي العلاج ولا بتاخديش؟ لا باخد برشام الحمد لله، مره باخد حبايه ومره باخد حبايتين قبل الفطار. امال بيزيد عن 200 ازاي؟ لا لما يكون يعني ان انا يعني لما افضل رطبت في الاكل اتعصبت شويه. طب وده ليه علاقة بانك انت تحسي بخمول؟ طيب خلاص يبقى معروفة ايه قصة سكر. طيب يبقى انت مشكلتك في يعني مشكلتك ما تلخبطيش في الاكل، علشان السكر عندك بيعمل تأثيرات مش كويسة. وخلي بالك انت 45 سنة، انت يعني لسه صغيرة. صغيرة، فالسكر مش عايزينه. لما السكر يتعود ان مفيش استهلاك ليه، لا هيأذيكي اكتر من كده. يعني مش عايزين بقى كمان 5 سنين كمان 10 سنين تحس ان المشكلة بتكبر. يعني دلوقتي اللي ممكن تعمليه حضرتك كمان، انك انت استأذنك طبعا، انت لازم تعملي نظام غذائي كويس، يعني كوليسترول اقل. تجيبي لما تيجي تشربي حليب، تشربي حليب او تحطيه تستخدميه في الاكل او تستخدميه مع الشاي او كده. الأكل كله دلوقتي حليب دلوقتي، يعني زبادي ايوه، حاجات بقى خلي الدسم حضرتك، يعني حاجات خلي الدسم، يعني ايش الجبن بيضة مسلوقة، يعني ما بخش دلوقتي دهون يعني الحمد لله. كلام جميل. كمان الحليب يبقى خالي الدسم، ده مهم جدا ليكي انك انت تاخدي السكر طبعا. الكالسيوم. وطبعا يعني حاولي تقللي السكريات طبعا، يعني مش قدر الامكان. مش هقول لك يعني انت خلاص انت مريضة السكر انا وعارفه. السكر انا ببعد عنها خالص، انا هشتغل معلقه واحده بس باخدها الصبح على الفطار. ماشي، بس يعني خدي بالك من الاكل ومن النظام الغذائي ومن الحركه. و بس هو الاهتمام ده بس باستمرار، يعني عملت مجهود مشيت يعني اكثر من اللازم، يعني يعني لمدة ساعة أو أكثر بحس فيه ورم في رجلي، مضغط معرض يعني. ورم ده يا فندم بيبقى يا اما ناتج من ان عضلات ضعيفة، يا اما ناتج ان انت عندك مشكلة في رجلك. يعني ليها كذا سبب محتاجة استشارة طبيب، بداية من طبيب القلب يكشف، عشان ما تبقاش المية دي لا قدر الله سببها ان الجسم بيحوش مية في الجسم، سوري، الجسم ما بيحوش مية في فيه يعني. تمام. في سؤال تاني يا فندم؟ سلامتك يا فندم. طب دكتور ايه تاني يا فندم من الحاجات برضو اللي بتعرفوا بيها المريض؟ الحاجات بقى اللي احنا دورنا، احنا دور العلاج الطبيعي في الرعاية المركزة. احنا بنخلي المريض من قبل ما يدخل العملية يشتغل معانا بنفس الحاجات اللي احنا بنعملها له بعد العملية. تمام. ليه؟ لان هو فترة الرعاية المركزة بالذات بيبقى لسه طالع من بنج، مش اورينتد بشكل كافي، بيبقى موده طبعا مش كويس بسبب الاسلاك والكلام ده، وانه حاسس ان هو لسه في مود العملية، فما بيبقاش استجابته بالشكل الكويس زي ما كان لما بيجي لنا قبل العملية. فاحنا من الحاجات كمان اللي بنركز عليها في الرعاية المركزة ان بننبه المريض ان الام المكان فتح الصدر بتسمع في الكتف، فاحنا لو ما اهتمناش بمفصل الكتف من دلوقتي بيبدأ مشكلة ان ممكن المفصل ده من الألم، هو بيجي يحركه بيحس شوية ألم فما يحركوش، فممكن المفصل ده يتأثر بشوية تيبس. فاحنا بنمنع ده من ان احنا بنحرك المفصل في اتجاه، طبعا اتجاه واحد بس اللي هو من قدام، وبننبه على المريض كمان الحاجات الخطر اللي هو يعملها، ان هو يفتح الـ الـ الكتف من الجنب، لان ده بيأثر على القفص الصدري نفسه وبيأثر على السيوتشر او الجرح المفروض لسه موجود معمول. بالظبط. كمان بنعلم المريض يعني ايه حاجه اسمها سيركولاتوري اكسرسايز، او تمارين بسيطه تمشي الدوره الدمويه وهو نايم. تمام. زي الايد هنتكلم عنها برضه دكتور، بس ناخد اتصال تليفوني. الو الو، ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا باخد ابره البنسلين اللي هي بتاعت الحمى المعتدلين. الف سلامه على حضرتك. ماشي. دلوقتي يعني باخدها وكده برضه، ما بعمل تحاليل القلب وكده، اللي هي فرط الترخيص بلاقيها عالية ونبضات القلب لسه سريعة، مش عارفة بقى. الصمام أخباره إيه؟ الصمامات الحمد لله كويس.
ثم يترالي كويس، الدنيا الصمات كويسة ما فيهاش اي مشكلة يعني. طيب خلاص، ما دام انتي خلاص الموضوع يعني، بصي الموضوع ده سرعة ترسيب الاي اس ار ده، انتي كده كده بتكملي في البنسلين عليه يعني، ما فيهاش مش يعني مش هي دي مش قضية العلاج الطبيعي نفسها، انتي هتكملي وهتتابعي مع دكتور القلب اللي بتتابعي معاه، هتفضلي تتابعي معاه. شكرا يا فندم، اتفضل. مشكلة النبض، ان هو النبض بتحس النبضات سريعة والكلام ده، ده بمجرد ما هو الطبيب مطمنك ان انت حالتك كويسة، بس هو النبضات سريعة، هتقدري عادي تعملي تمارين، بس برضو تبقي واخدة بالك من نفسك، ومش شرط تحتاجي لخدمة تأهيل قلب او ملاحظة. لو حضرتك لما تيجي تعملي تمارين حسيتي ان انت مش قادرة تسيطري على نفسك، او حسيتي بأحاسيس، ودي من الحاجات اللي احنا بنقولها للعيان اللي هي العلامات الخطر، زي مثلا العرق البارد، زي مثلا حسيتي بدوخة، زي ان انت حسيتي بألم زايد عن اللزوم في العضلات، ده ساعتها بقى بتلجأي لحد دكتور علاج طبيعي متخصص في المجال ده. تمام دكتور، نرجع تاني برضه مكملين في الخطوات اللي انت بتقولها للمريض. فاحنا بنتكلم على السيركولاتوري اكسرسايز دي، بنخلي المريض يشتغل بايده ورجله على قد ما يقدر، التمرين ده ان هو يبدا حرك يعصر ايديه. ايد، يحرك ايده، حتى نفس في الحكايه اجهزه لكده كمان يعني. بالظبط، اللي فيه الكره الكاوتش دي، بس احنا بنخليها مبدئيا كده، هو لو عمل قاعد يعصر في ايده، ده من الحاجات اللي هتمشي الدوره الدمويه، مش هتخلي فيه ستيزس وهو نايم على السرير. الحاجه التانيه اللي هو مشط الرجل، ان هو يجيب مشط رجله عليه اطول يعني بعدد مرات كتير، ويبقى حاجة من الحاجات برضو ان هو قاعد كده كده قاعد في السن يعني، يعني كده كده بيسلي نفسه يعني. تمام. من الحاجات بقى الرئيسية عندنا، ان احنا بعد عملية القلب مفتوح، ودي بنأكد على المريض عليها من قبل العملية، هو ان مكان العملية، جراحة. مكان الجراحة بيبقى فيه بلغم بيتكون في الستر، ده مكان البنج ومكان الجراحة. فاحنا ازاي بنخلي المريض وهو السيوتشر اللي عنده، الجرح اللي مفتوح وهو متغطي وكل حاجة، ان هو لازم بنفهمه يعني ايه ان هو يكح، ازاي لازم ان هو يكح علشان يطلع البلغم ده بشكل كويس، لان هو ده لو اتراكم على صدره مشكلة. هتبقى مشكلة عنده. فالمريض وقت الرعاية المركزة لو مش واخد الانستراكشنز من قبلها، بيجي يقول ما بيتعاونش معايا، او بيكح اللي هو تقضية واجب، علشان هو بيحس بألم، حتى مهما فهمناه ومهما خليناه يعمل سبورت برضه بيبقى منزعج. لما بنيجي قبل العمليه بنقول له الكلام ده، بيبدا عارف ان هو خلاص، هو احنا مش بنقول له، احنا بنخليه يعمل كده، بنقول له كأن هنا في سيوتشر هتمسك المخده دي تحضنها ويبدا كح معانا، بنعلمه ازاي يكح صح، بحيث ان هو وقت بعد العمليه يعرف ينظف صدره كويس. بعديها بقى بنفهم المريض خلاص هو طلع من العناية. الرعاية المركزة ونزل اوضته، بيقعد في، لو الموضوع مشي سلس ومفيش اي مضاعفات او اي حاجة والجرح كويس، فالموضوع بياخد له مثلا 5 ايام بالكتير في المستشفى. بنبدأ بقى نقول للمريض انت ازاي هيجي يعمل عندنا جلسات، وبعدين في المستشفى المفروض يعني، في المستشفى اللي فيها تأهيل قلب، المفروض ان اللي فيها عمليات قلب مفتوح طبيعي ان يبقى فيها تأهيل قلب زي معهد زي معهد الأطفال. القلب. تمام. فبنقول له بقى انت بتطلع بتروح قسم التأهيل القلب، قسم تأهيل. العلاج الطبيعي، بنعمل لك التمارين الفلانية، بيبدأ يلعب على العجلة او على التريد ميل بعد وقت معين، بعد يومين او 3 ايام كده ما نشوفه ان هو حالته كويسة، بنبدأ نخليه ياخد مود ان هو خلاص الدنيا كويسة، نبدأ نديله instructions ان هو لا، هو مش هينام على جنبه ده او جنبه ده، بيبقى 2 شهر بعد العملية لحد ما الدنيا خلاص تستقر والعظم يلقم في بعضه، الانستراكشنز بتاعت السلالم، ان هو امتى طلوع هيبدأ، ونزول. بالظبط امتى هيبدأ ينزل دوره وما يطلعوش، يطلعوا بالاسانسير وبعدين يبدأ يطلع دور، خلاص يبقى مؤهل بعدها يطلع دور وبعدين ينزل ويطلع، بيبقى كل حاجة من الحاجات دي بيبقى ليها بروتوكول معين. كل ده حاجة، وطبعا طب التغذية لو مريض سكر دكتور ومريض قلب في نفس الوقت، يعني عامل قلب مفتوح ومريض سكر في نفس الوقت. دي بتبقى حالات كتير، لأن هو من المرض السكر بيأثر على الشرايين بشكل مش كويس. فاحنا المريض ده بيبقى من الحاجات الضرورية جدا جدا جدا، هو بيبقى النظام الغذائي مع أدوية السكر بتاعته. هو مريض القلب بصفة عامة بنبقى واخدين بالنا من النظام الغذائي بتاعه علشان برضو الكوليسترول ما يزيدش،
بناخد الدبل الاهتمام الدبل مع مريض السكر، بحيث ان هو لازم السكر بتاعه كنترول، وهو زي ما هو بياخد اهتمام دبل هو برضه بيستفاد دبل من التأهيل القلب، ان هو قلبه بيتحسن والسكر بتاعه كمان بيبدأ ينتظم مع الوقت تمام وهو كده كده بياخد الأدوية. تمام طب دكتور، لو المريض بقى عمل عملية قلب وبعد كده خد التأهيل في المكان وبقى كويس وعدى سنة سنتين وبدأ مثلا يمارس حياته الطبيعي وبروح الجيم، كويس. في الجيم بقى أو في الرياضة العادية إيه اللي لازم يعمله وإيه اللي لازم ياخد باله منه علشان ما يتكررش اللي دايما بنسمع عنه، حد كان في الجيم ومات، كلام زي كده. دي المرحلة الثالثة في تأهيل القلب أصلا، دي احنا كل اللي احنا قلناه ده دي المرحلة الأولى. هنخلي نأجل المرحلة الثانية عشان المرحلة الثانية دي برضو مهمة قوي، بس هو حضرتك بتتكلم دلوقتي في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة دي ان هو المريض من أهداف تأهيل القلب ان انا لما العيان بيجيلي واحنا شغالين في المرحلة الثانية ان انا لازم أأهله المرحلة الثالثة اللي هو انت هتبقى لوحدك بعد كده بعد كده. فانا بعلمه ازاي يقيس النبض لنفسه، بعلمه ازاي يقيس الضغط لنفسه، زي ما قلنا قبل كده بعلمه يعني ايه علامات خطر، امتى يوقف التمرين، امتى يحس نفسه كويس فيكمل. الكلام ده كله مش بعد سنتين ثلاثة ولا حاجة، هو المرحلة الأولى اللي هو طول فترة إقامته في المستشفى بتاخد أسبوع، المرحلة التانية المفروض إنها بتاخد من شهرين لثلاث شهور، بعد كده بيطلع من عندي بيبقى خلاص ببقى أنا مطمن عليه، مش محتاج له مونيتورينج على طول، فخلاص بقول له انت هتعمل كذا كذا، هتبدأ تلعب بشكل كويس بشكل منتظم، المهم الاستمرارية في الممارسة، وده بيبدأ بقى يقعد عليه بشكل تمام. كويس جدا. طب دكتور، قبل ما اتكلم عن المرحله الثانيه اخد اتصال تليفوني. الو، وعليكم وعليكم السلام، السلام اتفضل. عليكم، اتفضل يا فندم. لو سمحت يا باشا، انا عامل عملية مفتوح ليا حوالي سنة وثلاث شهور، تمام. والأمور عندي يعني مستقرة، مريض صمام الأوروبا، ويوم الاثنين الميعاد بتاعه وعملت تحليل سيولة وتمام، فظهر عندي ضربات القلب زيادة، والدكتور كمان العلاج جديد اسمه كونكور، بس حاليا في صداع شديد لي 4 أيام دلوقتي، هل ده ضغط يعني من حضرتك صداع في القلب ولا إيه؟ بتقيس الضغط كل قد ايه؟ الضغط كل ما بعرفش كده التحليل السريع يعني كل شهر، لا يا فندم، بس تقيس الضغط كل يوم أديك الفترة الضغط ديت. كده. يا فندم، الفترة دي اللي احنا اللي حضرتك بتكلمني فيها دي لازم تقيس الضغط كل يوم تطمن، بالذات مع وجود الصداع. لحظة بس، مع وجود الصداع حضرتك انا الصداع شبكلي من ساعة من اللي 4 أيام دلوقتي من ساعة ما خد مش الدواء. مطمن خالص، فما عرفش يعني ده ضغط ولا ايه، من سرعات القلب يعني زيادة. ما هو يا فندم لازم تشوف النبض وتقيس الضغط بانتظام عشان علشان تطمن. تبقى عارف، تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي، وهتلاقي لو لقيت الدنيا متلخبطة لازم حضرتك ترجع للدكتور علشان ممكن يغير لك الدواء بتاعك، لان مش أو يعني اوقات بيصادف مهما كان الدواء كويس ومهما كان الدواء فعال، لكن بيصادف ان ممكن واحد ما يستريحش عليه ويعمل عنده اعراض. النقطة التانية انك لما تطمن على نفسك لحد، بص، كل اللي حضرتك قلته في الاول ده انا كنت هقول لك اعمل العب رياضة مع نفسك او روح جيم او امشي كتير. خلاص انت سنة وثلاث شهور وانت عايش، خلاص الدنيا عندك مستقرة، ممكن تعمل تمارين يعني الى حد ما، تبدأ تمارين مع نفسك لقيتها بسيطة كويسة كده يعني. بسيطة، لقيتها كويسة خلاص. هو الاحسن انك انت تلجأ لحد متخصص هيقول لك ايه اللي انت هتعمله زياده، او انت لو انت عايز المستوى قدرتك على انك انت تعيش حياتك يبقى احسن، دي هتفرق معاك جدا انك انت. ما هو يا فندم، ده يا فندم انا ده عايز ده لازم الحالة تتشاف. ده عايز بالظبط، ده ما ينفعش في التليفون يا فندم، ده عايز لازم يتقاس لك الضغط يا فندم. انت دلوقتي حضرتك اي صيدليه دلوقتي بيبقى فيها تقدر تقيس الضغط فيها، فحضرتك دلوقتي انزل قيس الضغط وشوف الدنيا ماشيه ازاي والافضل ترجع للدكتور بتاعك. بالظبط، وترجع للدكتور، مش هتخسر اي حاجه، انت الكسبان في كل الاحوال، انت اللي هتكسب لو لما تهتم بصحتك اكتر. ولو قلت للدكتور ان ده فيه صداع ممكن يكون من علشان انت مش متعود على الدواء، ممكن يكون من حاجات الاثار بتاعت الدواء انه في الاول فتره بيجيب صداع بالظبط، مع ان ده مش معروف قوي سلامتك يعني. بس ممكن دكتور. نتكلم بقى عن المرحله الثانيه. المرحلة التانية دي بقى هي دي المرحلة اللي احنا بنعاني منها، اللي هو بعد ما المريض يطلع من المستشفى. هي الفكرة كلها ان احسن حاجة
ياخدها المريض، هو برنامج تأهيل قلب بيكمل مع دكتور العلاج الطبيعي، بياخد من 3 لـ5 جلسات في الأسبوع. الفترة دي احنا زي ما قلت لك في آخر المرحلة الأولى بيبقى المريض بنبدأ نقعده على العجلة، بنبدأ نمشيه على التريدميل، بنبدأ نديله أوزان بسيطة قوي، بنعمل له حاجة اسمها كالسينيك اكسرسايز، نبدأ ان هو يحرك من غير حتى أوزان، يحرك مفاصله من غير أوزان. دي بتبقى حاجة كويسة جدا للمريض علشان نأهله ان بعد كده في المرحلة التانية نبدأ ناخد القدرة دي اللي احنا بدأناها في الأول مع المريض، ان هو يبدأ يرفع بيها قدرة جسمه بشكل عام. بنبدأ بقى ننتقله في التمارين واحدة واحدة بحيث ان احنا نرجعه لحياته اليومية اليومية يمارسها تمام. بشكل احسن بكتير من اللي كان عليه. تمام دكتور، ناخد اخر اتصال تليفوني معانا. الو الو، وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. ما كشفتش؟ كشفت قلب؟ لا كشفت يا جدعان، من حوالي سنتين مفيش حاجة، وعملت عملية المحمية. عندك كم سنة يا حاج؟ عندي حوالي 49 سنة. 49، في سكر أو في ضغط؟ لا في حالة. طب والسمنة أخبارها إيه؟ الوزن الزيادة؟ لا كويس، يعني 75 75. طيب تمام. طب أنا عندي سؤال بس، حضرتك يعني عندك حساسية على الصدر، حضرتك متابع مع دكتور صدر يعني؟ طيب احنا يعني لازم تلجأ لطبيب قلب، يعني دي ملهاش كلام يعني. يعني هقول لحضرتك على حاجة، يعني اي اهمال هيبقى عندك انت بس اللي هتتحمل نتيجته، فانت لو ما خدتش بالك من نفسك محدش تاني هياخد باله منك، فحضرتك تروح تكشف عند دكتور قلب وتطمن. عمل لك رسم قلب، الدنيا كويسة، خلاص اعمل اللي انت عايزه، والحساسيه اللي في صدرك مع الكورتيزون اللي حضرتك بتاخده ومع الادويه اللي حضرتك بتاخدها لازم، ده حاجه تانية، ده موضوع تاني غير موضوع حلقتنا، ده اسمه تاهيل صدر. يعني ده بيبقى تمارين برضو بتتعمل بس واخده شكل تاني شويه، تمام؟ فلازم تبذل برضو شويه، تعمل شويه مجهود كده تيجي على نفسك فيه. سلامتك سلامتك يا حاج. ربنا يعينك ربنا يعينك يا رب، وما يقعدكش ابدا ان شاء الله. شكرا شكرا ربنا شكرا. دكتور مصطفى نورتنا، ربنا وان شاء الله تنورنا في حلقات جديده باذن الله في نهايه اللقاء. بنشكر الدكتور مصطفى ابو شقه استشاري العلاج الطبيعي. فاصل.